بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في منزل الشاعر الصغير ابن حامد بن رفادة البلوي، الشعراء المعروفين في منطقة تبوك، وله ملاعب قديمة مع كبار الشعراء المملكة العربية السعودية، لكن انقطع عن المحاورة يمكن سنوات عديدة. وإذا نسأل الآن، هل من عوده للمحاورة لو حصل له من الشعار اللي يطلبه الآن؟ أبو ناصر، حياك الله أبو ناصر. أبو ناصر، ما زلت الناس تسأل عنك، يعني يقول صغير اعتزل أبو ناصر بدري عن المحاورة، وفيه الناس الآن أكبر منك سن ما زالوا في المحاورة، ما أدري إيش أسباب الاعتزال. بس لا والله، أنا أول شيء اعتزال، أنا ما اعتزلت ولا علمت اعتزالي، ولكن أحيانا ابن آدم يمر في ظروف الحياة. تقدر تقول إني توقفت فترة فيها، لها 5 سنين أو 6 سنين، والله ما آخر محاورة من تقريبا، يعني والله آخر محاورة. أي نعم، والله ما لكن أنت يا أبو ناصر في بداياتك طبعا لعبت مع شعار كبار مثل مستور عصيمي، بكر الحضرمي، حبيب العازمي، ورزقان، وابو مشعال، نعم، وكذلك رزقان المطيري، ورزقان الحمياني، نعم، وحسان القرشي الله يرحمه، يرحم من مات، محمد مطروق، بلفي المورقي، كلهم هذول. نعم. طيب، من شعراء المنطقة اللي لعبت معهم، أكيد طبعا لعبت مع الشاعر منيف بن قروة. منيف قل لي، يمكن أنا وياه قليل مرة، قليل يمكن مرة أو مرتين، اللي ما عمرنا جينا ضد بعض نهائي. حنا وأنا وياه ما نفرح ضد بعض، إيه لازم مع بعض. طيب، الشاعر محمد عيد الطقطق. محمد عيد والله 3 أعوام، لا لعبنا أنا وياه، وكان بداياته شباب. نعم، لعبتوا معه. ورشيد الحويطي، رشيد انا وياه، يعني رشيد لا انا وياه قبل محمد عيد، يمكن اول منطقه هذه اكثر غطيناها انا وياه في حفلات. نعم. طيب، الان لو في محاوره وفيها شعار ترجع يا ابو ناصر؟ والله اللي الحين الرغبه موجوده، ولكن الان لها عوامل كمان. إذا كان فيه أسلوب زين وشعار وشاعر من جيلنا، الحين طلع جيل غير جيلنا. نعم، ممكن، ما تستبعد. إن شاء الله بإذن الله لك عودة، وأنت يعني شعرك ما أبو ناصر من الشعراء الكبار طبعا، هم يختبروا الشعراء يعني في بداية أول مقابلة. هل يعني تعرضت لبعض المواقف مثل مع بكر الحضرمي؟ والله أنا حبيب بكرة الحضرمي أول مقابلة جاء عند الشمال، وأنا وجيته متأخر، والشعار لاعبين، وجيته وهو آخذ خاطر علي سامع محاورة لي أنا وحسان القرشي فيها بيت، والله إني ما أقصد فيه، بس هو كان زعلان وأخذ علي فيها شوية، وسلمت. طبعا انا يوم سلمت وترحيبته رحب، لكنها ترحيب فيها نوع من التسميم. نعم، يالله اني انا ما احفظ بيته، تسليمتي انا والله ماني احفظ، لكن بيته هو احفظه، من بيته ما هو. اي وش يقول؟ هو قال يا مرحبا فيك، وانت لا تعدى الحدود، قدام وجهك حصاه وخلف ظهرك حصاه. اي قلت له حدودكم يا الحلال من دار الزيود، من بعد ما تلبس الفوطة لبست العطاء. واستمرت الملعب بيني، وصارت عقبها عاد معرفه وصداقه، والله رحمه الله. الله يرحمه، عز الله انه رجل وافي ورجل شاعر. ملعبتكم مع حبيب تذكر منها شيء؟ والله ما اللهم من بدايته ومنه يقول هو طروق طروق، ألا يا رفاده يا أهل الهجن والخيل، أبى ألعب وبشاع الصغير يقول، والله هذه بداية طرور. أي نعم، ولكن ما أحفظ منها، هذه قديمة والله لا أشكر منها. ما تحافظ الرد؟ والله ما أحفظ الرد، ما
ولكن هذه ترى حفظت في مسجلة في الفيديو. ايه مسجلة والصوت والصورة. نعم. هذا اقوى من حفظي. طيب لك موقف مع الشاعر رجال الله الحبلاني، اعتقد انه انك تقابلته معه اول مرة. رحمت الله عليه. هذا جيته مرة وانا في بدايتي ترى هذه. ايه نعم. ايوه جيته مرة وهو يلعب، هو رحمته الضيان المطرفي الله يرحمه. وانا بس ودي اخوض الملعب ما بكر. مندفع. اي مندفع. ايه. قلت له الضيان ابغى سدد بيتين. قال لي يلعب. نعم. دخلت في بيتين والله ما يحضرني الحين، البيتين قويات. لكن والله رد علي بيتين اقوى منهن. اكيد. اللي انا بس من البيتين هذولا ودعت الملعب. ودعت باللبس. ابو ناصر انت بعدين قابلت رجال الله. ايوه. في حفل للحويطات. آه. نعم. قلت من فيه؟ قالوا فيه رجال الله الحبلان. قلت ابغى رجال الله. ايه قال والله رجال الله من الليل كل ما عرضه على شاعرك يعني يرفضون. اي نعم. قلت لكن انا لي شرط. قالوا شو؟ قلت يصير الطروق لي. قال والطروق لك والعصفوف جاهز. يلا قمت وسمت وجاء رجال الله شاعر. والله من يوم جاء هو ما اعطاني فرصه، لكن ثم ينهد عاد ونوزن معنا بيننا ولعبنا طروق ممتاز. بعد ما انتهينا قال انت منين طالع؟ قلت انا هني. قال ما عمرك مريت، انا جيت الشمال كله من تبوك. اي نعم. ما عمرك مريت عليك؟ قلت له والله اني مريت عليك بس يمكن. قالوا اذا قعدت احدد له. قال انت اللي قلت البيت؟ قلت انا اللي قلت البيت. قالوا وين رحت؟ قلت روحت يعني كل العلم. ما قدرت. سديت نفسي في بيتين ولا قدرت. لكن بعدين خلاص. لكن الحين قال لا تغيرتها. أيوة. انا والله دورت ابغى العب معاه قلت لا هني كلنا اروح. طبعا انت بحكم الوظيفه كانت يعني صعب انك تنقل المناطق. لا انا اول شيء الوظيفه وثاني شيء احنا ما تعبنا وراء الاعلام، ما هو الاعلام قصر فينا، احنا قصرنا. لان اي هذه شغله يبغى لك ليله في تبوك وليله في هنا وليله. لا والله احنا صح ما جيت وجه لنا دعوات بعيده والله نرفض. نعم يعني بعد لو وصلت تبوك. هذه هل في شاعر يا ابو ناصر تمنيت انك تقابله وما الله عاد؟ اي والله اللي هو صياب والرياحي هذول اللي ما قابلتهم. ما قابلتهم الرياحي جاي هنا لكني ما قابلت. ما حضر. نعم. وايد الشعار اللي والله ما تمنينا مقابلات بس عاد الظروف ما سمحت. الله يوفقك ان شاء الله نشوفك قريب يا ابو ناصر. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. من الشعار اللي لعبت منهم من قبيل جهينه اكيد لك ملاعب. ايوه. نعم. اول حيمان طبعا من شيبانهم اللي يلعبون في اللي لعبنا معهم وشاعر. نعم. ومسعد ومحمد متروك. نعم. وطلعت شباب عاد هذه توهم لا ما حضرناها. ما حضرت. لا ما حضرناها. دي العلوني وما العلوني وبجاد لا هذول شباب. نعم. ابو ناصر ما شاركت لا في شاعر معنا ولا ولا جنادرية. لا 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 ما عمري شاركت. مش كلها انا ما امشي ما بعد انا. يعني اكثرها في منطقة تبوك. كلها هنا قريب. نعم. لا وصلنا ابعد اقولك لا وصلت تبوك بس. نعم. واملج وينبع تقريبا بس. املج مرة واحدة وينبع مره واحده كل هذه. نعم. توجه لنا حفلات لكن احيانا والله ما لكن حضرت ملاعب يعني زي بقول كمتفرج الشاعر جبرتي. ايوه. نعم. لا حضرتها. جبرتي حضرت. نعم حضرت حفلتين وهم متفرج حفله والله ما ادري عن ضعيها هو منه. والحفله ذيك لا جواز كان الله يرحمه مساعد سلام الفايد. مساعد سلام الفايد حق فلاح الحدود. عليها جبرتي وعليها حيمان وجابوه ليل. الله يرحمه ليل. نعم. الله يرحمه.
هذه حضرت أكثر حضرتها وتفرجنا عليها. نعم. لكن ما شاركت. لا ما شاركت، حضرت حفل ما أعرف راعيه برضه فملش عليه الشعار، عليه الصياد، عليه علي الهجلة. إيه. عليه شو اسمه أبو مشعار. نعم. وشعار عضيف لهم شعار الجهينة. نعم. منهم مسعد، منهم حيمان، منهم واحد قال السليم، والله سليم مني ما أدري. نعم. منهم واحد قال علي. كل هذه شعار، هذه تبرجنا عليها. الآن احنا ما هو تصنيف للشعار، لكن من الآن من الشعار على مستوى المملكة اللي يعني تمنى انك تلعب معهم، لا جيل الشباب. والله الشباب واجد هذه كلها، والله طالع شعار وشعار، ما هي يعني مثل اضرب لنا مثل زي والله تبغى من بس قول لي من الشعار اللي الآن تطرب للسماع لها وانك والله في شعار واجد عتبان عد وغلط، كلها شباب وكلها أقوياء في الشعر، كلهم كيف واه العوازم كلها شعار قوية وكلهم شباب ما شاء الله تبارك. في نهاية اللقاء مع الشاعر صغير أبي رفادة، شكرا يا أبو ناصر، وإن شاء الله بعد اللقاء هذا إن شاء الله نشوفك في الملاعب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.